في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من انتشار لفيروس الكورونا، فقد اتخذت الحكومة الأردنية والجهات المعنية عدة إجراءات وقرارات للحد ما أمكن من انتشار الفيروس في المملكة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. صحة وسلامة كل المواطنين أولوية بالنسبة لي. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال ترأسه اجتماعا لمناقشة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ضرورة استمرارية الجاهزية لمواجهة كل التطورات المتعلقة بالفيروس والتواصل المستمر والشفافية مع المواطنين حتى يكون الجميع مطمئنا وواثقا بالإجراءات. وأعرب جلالته عن ثقته بوعي ومسؤولية المواطنين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيرا جلالته إلى أهمية الابتعاد عن التجمعات واستخدام الأساليب المثلى للوقاية من هذا المرض. وأشاد جلالة الملك بالجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الفيروس. صحة وسلامة كل المواطنين أولوية بالنسبة إلي، وبدنا نسمع منكم شو الإجراءات اللي بدكم تاخذوها اليوم، لكن الهدف إنه نشتغل بجدية وبشفافية، وأنا حابب أسمع كيف بدنا نشتغل اليوم بالمطارات والتحديات اللي أمامنا للمستقبل. أعتقد كمان دولة الرئيس مش غلط إنه منصير نداوم من مركز الأزمات مع المعنيين حتى فعلا كل واحد يكون على نفس الموجة. وطبعا أنا نسقت مع عدد منكم على الكتس اللي جايين من برا حتى منصير نفحص أكبر عدد من المجتمع. كل يوم لازم نجتمع مع بعض نشوف لوين وصلنا، شو التحديات اللي أمامنا، وين في تقصير، وأعتقد بشفافية وبجدية نقدر نشتغل به بقوة. على صعيد متصل، قررت الحكومة الأردنية وبتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة مع المستجدات المتعلقة بالفيروس. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن هذا القرار يأتي حفاظا على الصحة العامة وصحة المواطنين وأبنائهم، وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالقرار إضافة إلى الابتعاد عن العادات الاجتماعية التي قد تتسبب في انتقال المرض كالمصافحة والتقبيل وغيرها. ما اتخذته الحكومة من قرارات، ولذلك قررنا في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية استجابة لقرار الحكومة، وهذا القرار الاستراتيجي وقف الصلاة الجماعة ووقف صلاة الجمعة أيضا في كافة مساجد المملكة حفاظا على الصحة العامة وحفاظا على صحتكم وحفاظا على أبنائنا وأبنائكم جميعا. سيبقى الأذان يرفع في المساجد، يضاف بعد نهاية الأذان صلوا في بيوتكم، وهذا يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي جاءت بدفع الضرر وجاءت برفع المشقة وجاءت برفع الحرج، والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية تتجه للحفاظ على حياة الإنسان. ونحن قلنا وسبق وقلنا كل التوجهات التي تصدر عن الحكومة وتؤدي للحفاظ على حياة الإنسان وتؤدي للحفاظ على المصلحة العامة نحن معها. هذا قرار كما قال ابن عباس: فعله من هو خير مني، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عندما أذن وأمر المؤذن أن ينادي صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. إذا كان لقضية قليل من المطر والطين وخوف المشقة، ابن عباس وابن عمر بما تعلموه من نبينا صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات قال: صلوا في بيوتكم. حتى صلاة الجمعة نص علماؤنا في من الأسباب التي تسوغ للإنسان المسلم التخلف عن الجمعة والجماعة، قالوا: المرض أو خوف حدوث المرض أو زيادة المرض، هذا نص عليه علماؤنا، وقالوا: مما يسوغ للإنسان المسلم أن يتخلف عن الجماعة
أو يتخلف عن الجمعة هو خوفه من المرض أو خوف زيادة المرض أو خوف حدوث المرض مستقبلا. ولذلك إخواني يأتي هذا القرار الذي نرجو جميعا أن نلتزم به بوقف الصلاة في المساجد الجمعة والجماعات ونكتفي برفع الأذان، والكل سيصلي في بيته حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. وما زلنا نؤكد على كثير من العادات والتقاليد كالسلام والمصافحة باليد وعدم التقبيل وكل الإرشادات التي تؤدي إلى منع حدوث هذا الوباء لا سمح الله ومنع حدوث هذا المرض. ومن جانبه قال سيادة المطران خريستوفورس عطالله مطران الأردني للروم الأرثوذكس إن قرار الحكومة بإيقاف الصلاة في الكنائس يعد صائبا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. وأضاف سيادته من واجبنا الروحي والكنسي تلبية النداء الوقائي من قبل الدولة، مشيرا إلى أن مجلس رؤساء الكنائس اتخذ قرارا بإغلاق جميع الكنائس في المملكة، وأن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أصدر توصيات كنسية للوقاية من انتشار وباء كورونا، وذلك بتوقف جميع القداديس والصلوات الجماعية في الكنائس لمدة أسبوعين، واقتصار مراسيم الجنازة في كل البلاد على أهل الفقيد اعتبارا من 15 من آذار الجاري، وقبول التعازي كذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وإن تغيب عن حضوره للكنيسة، أنا بدوري كمان بتوافق مع مجلس رؤساء الكنائس اليوم أخذنا كمان قرار بإغلاق كافة الكنائس في أردننا الغالي والحبيب حتى نمنع أي أبنائنا، أي حد من أبنائنا إنه يجي على الكنائس، حتى نقدر إنه تصير الصلوات في البيت في البيوت. ولكن بدي أطمن أبنائنا إنه نحن رح نعمل الصلوات في الكنائس، يعني نحن الكهنة رجال الدين، ونحن بموجب إيماننا المسيحي العقائدي إنه لما ترفع الصلاة وبالأخص القداس الإلهي بيكون كل إنسان مسيحي موجود في داخل القداس الإلهي وإن تغيب عن حضوره للكنيسة. فبدي أطمن أبنائي، أبنائي أنتم موجودين في وجودنا في كياننا الكنسي الروحي، أنتم معنا في الصلاة، ولكن نحن مهم كتير وقاية لإلكم، محبة في أنه ما نرهق دولتنا لا سمح الله بأي وباء يصير عنا، حتى نحمي أنفسنا، نحمي وطننا، نحمي بلادنا. عشان هيك بطلب منكم أنه الالتزام بهذا القرار اللي نحن اليوم أخذناه، وأخذناه ببعد روحي، يعني بمصلحة روحية لإلكم، بمحبة لإلكم، وبالتالي أنتم موجودين معنا في الصلاة ورح تقدروا تتبعوا الصلوات من خلال القنوات الكنسية اللي رح نبثها، رح يكون بث مباشر للصلوات حتى نكون كلنا مع بعض بقلب واحد وفم واحد. وكمان أنا بدوري كمان بحب كمان أؤكد على موضوع كيف نسلم على بعضنا البعض من خلال السلام بدون ما اللي تعودنا عليه أو القبلات، ولكن نحاول كلنا نأخذ الوقايات اللازمة اللي راح نتزود فيها من خلال وسائل الدولة. وبالتالي كمان بحب إنه كمان حتى نبتعد عن كل التجمعات بالأخص اللي بتصير في أوقات العزاء أو الفرح، نقلل بالقدر المستطاع على أهل، على الأهل فقط بذهابهم للكنيسة في لإقامة الجنازة للأهل فقط، ونمتنع نحاول ما يكون في عدد كبير. ربنا يكون معكم أبنائي.